السلام عليكم المتتابعين ديولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كي دايرين وليداتكم وكي دايرين الصحه؟ ونشكركم بزاف على التعاليق، والناس الجداد اللي دخلوا عندي تاهما مرحبا بكم، ونقول لكم شكرا بزاف وتابعوني. وغادا نعطيكم وصفات رائعه معايا لي زيبيس اللي غادا نديروا المقادير. هنا عندي زيت العود، عندي تحميره، عندي كركما، البزار، شويه د الملح، الكوريوند مع الكرويه مخلطين، لاصوص طوماط، وهنا عندي لي في د لوغيي، هي ورقه سيدنا موسى. هنا عندي كيلو ونص ديال اللحم، كتبغي اللحم مزيان هادي. عندي البصله، وعندي الثومه، وعندي الفلفله اللي كنرقد. دابا غادا نطحنها في هاد الماكينه، تاع هاد الماكينه هادي، وتابعوا معايا. بسم الله البنات، دابا هاد البصله طحنتها هي والثومه وديك الفلفله اللي رقدت في الماء، وطحنت معاهم شويه ديال الملح. هادو اللي كيعطيو بنه غزاله لهاد السباكيطه اللي غادا ندير لكم اليوم. ها تحيه من فرنسا ليوسف ولد اختي سيسال، عزيزة عليه هاد السباكيطه مزيان، ديما كيبغيه يبغيني نديرها ليه. مرحبا بي، الا جا عندي غادا ندير هادي. دابا انا درتها بتقله هادي شويه، هنا غادا ندور باش ندير معاكم لي سبيس لي غادا ندير. هنا غادا ناخد شويه د الملح، غادا نشربن بيهم اللحم، شويه ديال الملح، الكوريوند، والكرويه اللي ما ديما كنديرها في الطياب ديالي، لان الكرويه كتهضم. والقزبر راه مزيان غني على التعريف، حتى هو لا سونتي. دابا ندير التحميره، ندير شويه ديال الخرقوم غير حتى هو صحي. دابا غادي نقلي هذه مزيان شويه تقله، ريحه ما نقولش لكم البنات ديال هاد الثوم والبصله وهاد الفلفله اللي كيتبلاو، غزاله ورائعه، زوينه هاد الوصفه بزاف. دابا غادي ندير لاصوص طوماط، حتى هي باش تطيب مزيان وتقلى في الزيت. ندير شويه واحد حساب معلق ديال الماء باش تقلى ليا مزيان، ما تطيش مع هاد الصيله. أكلة صحية وسريعة دغيا، هادي البنات اللي خدامات دغيا تصوب لكم هاد السباكيطي هادي. إلا دخلتو للدار معطلين ما كاين ما نديرو، دابا نديرو هاد السباكيطي لأنها رائعة وبنينة في نفس الوقت. طيشة البنات خاصها تقلى مزيان، تقابلوها بالتحراك باش ما تلصقش، وتقلى مزيان باش ما تجيش حامضه. والتحيه لاخواننا التونسيين، لان هذه الاكله تونسيان واخذها انا مع صاحبتي تونسيه. تحيه لتونس والجزائر، خوا خوا مع المغرب.
دابا غادي ندير اللحم هنا شغلته في القامه. وغادا ندير فيهم هاد الوراق ديال سيدنا موسى، كاين اللي كيسميهم ورق الرن، كيعطي واحد البنه غزاله لهاد لاصوص. غادا نزيد عليهم شويه ديال الماء مزيان باش يتقلى ليا ما يتحرقش. اليوم غادي نتمشيو وتفواياجيو معايا لتونس، تونس الخضراء. الو البنات، دابا هاد الفليفله انا غادي نفتحها بحال هكا، غادي ندير فيها شويه ديال الملح والتقلى باش تجي لذيذه وكترافق مع هاد السباكيتي مع شويه ديال البصله الخضريه. دابا نوري لكم الصحن ديال التقديم. البنات سباكيتي ها هي، سلقتها بشويه ديال الملح والزيت، سلقات عادي كيلو ديال سباكيتي هنايا. دابا انا كنخرج في اللحم، خرج في اللحم ديالي باش ناخذ لاصوص. ما نشهيكمش البنات، سمحوا لي والبنات اللي كيتوحموا. وبالصحة والراحة البنات، وسمحوا لي بزاف وتبارك الله عليكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، هذه هي الطبق ديالنا ديال اليوم، سباغيتي باللحم ديال العجل. ذوقنا بعد شويه ديال الفلفله حاره، كتجي زوينه وكتجي لذيذه، جربوها. نفس المقادير اللي دارت لكم خالتي غدا تصدق معاكم وغدا تعجبكم بزاف. درناها اكومباني مع واحد سلاد ومع شويه ديال الزيتون والفلفله مرقده، فلفله حاره مقليه وبصله خضريه كتجي معاها غزاله. جربوها، كتكال معاها بحال هكا بصيله وبصله صحيه وبالصحه والراحه. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، واللي عجبو الفيديو يقول لينا الانطباعات ديالو في لي كومونتير، وما تنساوناش من جيم ومن دي بارطاج ولي زابوني، وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. وبالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.